السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني مشاهديني من قناة الزراعة اليوم، معكم أخوكم أحمد العزازي. وطبعا بتابع مع حضرتكم عدس الماء، وطبعا الفوائد الصحية اللي فيه بالنسبة للأعلاف. طبعا بنحاول نعمل تجربة بالنسبة لمشاهدينا وإخواننا المشاهدات في المطبخ، طبعا نظرا يعني حصوله واستحواذه على مجموعة من الفيتامينات B12 وبروتين 40%. فطبعا بنعمل عملية تجربة كطبخ لخضار زي أي خضار، وممكن يتعامل مع الكشري برضك مكان العدس الجاف. الفرق ده ميزته إن هو أخضر على أساس نسبة الفيتامينات بتاعته والشكل بتاعه زي ما هو. فإن شاء الله هنحاول نعمل التجربة إن شاء الله وتنجح، والناس كلها في الموضوع الغلا بتاع العدس والاستيراد بتاع العدس اللي بره ده بديل للعدس، وفي نفس الوقت الميزة بتاعته أكتر من العدس اللي هو العادي، لأنه بيحتفظ بالفيتامينات بتاعته والخضار بتاعه واللون بتاعه الممتاز. فدي ميزة بالنسبة للعدس الأخضر. وإن شاء الله نكمل مع حضراتكم فيديوهات. طبعا احنا حاطينه في المية نعينه 48 ساعة على أساس الريحة بتاعته، وهنعينه في خل وعملية تعقيم على أساس هيستخدم للاستهلاك الآدمي، فلازم نحافظ عليه ولازم يكون شغلنا نظيف وفي تعقيم وفي كل حاجة. وإن شاء الله بنعمل بعد كده عليه تربية بالنسبة للمية النظيفة، ما يكونش فيه أحواض زراعية. يعني نتابع مع حضراتكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.